في الفيديو ده عايزين نشوف عنصر التاب فيو. تاب فيو بيكتب كده تاب فيو بيساوي ctk.ctk تاب فيو، وبتدي له الماستر اللي عندنا اللي احنا هنخليه هنا الفريم، وبعد كده بتكتب تاب فيو دوت باك مثلا. هخلي ادي له برده واي ان هو ب 20. وتعالى انا عايز اعمل حاجه، المفروض التاب ده التاب فيو ده بيبقى فيه تابات، تاب 1 تاب 2 تاب 3 وهكذا. فعشان نضيف التابات دي بتكتب كده تاب فيو اللي هو اسم الفاريبل بتاعك دوت اد، وضيف التابات اللي انت عايزها مثلا وين 1، وتعالى نضيف كمان تاب هنسميها وين 2 بالشكل ده، بحيث ان انا لو فتحت هتلاقي ده فعلا التاب فيو اللي عندك اهي، ودي وين 1 ودي وين 2 بالشكل ده. اما تضغط هنا المفروض النافذه بتاع وين 1 بتظهر، اما تضغط هنا النافذه بتاع وين 2 بتظهر. طيب هو ايه اصلا العناصر اللي موجوده جوه النافذه بتاع وين 1، وايه العناصر اللي موجوده جوه النافذه بتاع وين 2؟ قبل ما نشوف ازاي نحط العناصر في النافذه دي وفي النافذه دي، تعال الاول نشوف الخصائص اللي موجوده فيه. هي اصلا بتتكرر، يعني انت هنا هتلاقي بعض الخصائص بتتكرر، فاحنا ايه هنسكيب يعني شويه خصائص. زي ما انت شايف تقدر تحدد الويدث بتاعها، تقدر تحدد الهايت بتاعها، فخلي الويدث 200 يبقى ده مناسب، يعني ثانيه يبقى ده مناسب بالشكل ده، ويدث 200 تمام. وبعد كده تعالى نعمل حاجه ان انا نشوف بقى بقيه الخصائص اللي عندنا. الخصائص عندي حاجه اسمها بي جي كولر، دي احنا قلناها قبل كده، البوردر كولر، البوردر ويدث، الكوماند، يعني في حاله ان انا ضغطت على اي واحده منهم الكوماند هيكون ايه. وده هو نفسه زي السيجمنتد بوتون، يعني هو انت تلاحظ اصلا ان هو عباره عن سيجمنتد بوتون خدناها قبل كده، وتحته فريم، فهتلاقي ان هو نفس الخصائص بتاع السيجمنتد بوتون، بحيث ان انت هتلاحظ برضه الاف جي كلر اهو والهايت، وعندك السيجمنتد بوتون اف جي كلر، سيجمنتد بوتون سيلكتد كلر، والهوفر كلر، والان سيلكتد كلر، والان سيلكتد هوفر كلر، الكلام ده كله قلناه، والتكست كلر، والتكست كلر ديسيبل، الحاجات دي كلها نفس اللي كانت موجوده في الايه؟ في السيجمنتد بوتون، في درس السيجمنتد بوتون. فهي نفس الحاجات اللي موجوده هناك بالظبط، يعني انت ممكن تغير الكالرز وهتلاقيها هي بتتغير زي ما بتتغير هناك بالظبط في درس السيجمنتد بوتون. طيب ازاي نضيف ويجتس جوه التاب الاولى دي وويجتس ثانيه مختلفه خالص جوه التاب الثانيه دي؟ ممكن تعمل ايه؟ مثلا انا عايز اضيف ليبل وانتري مثلا في الويجت الاولى او في الويندو الاولى يعني، فهعمل ال بي ال 1 مثلا بيساوي سي تي كي دوت سي تي كي ليبل، واخلي الماستر بتاعه يكون هو تاب فيو. ازاي؟ ان انا هما قايله تاب فيو بالشكل ده دوت تاب، وانا عايزها تبقى موجوده فين؟ في الوين 1 اللي هي التاب اللي اسمها وين 1. وبعد كده مجرد بس ان انت بتمرر لها الماستر، وبعد كده بقى بتتعامل عادي، يعني مثلا هما قايل تكست هنا في علي مثلا، طيب وبعدين هما قايل ال بي ال 1 دوت باك، وهديله باد واي ب 10 مثلا. طيب فلو انا عايز احط انتري هنا، فممكن تكتب كده انت 1 بيساوي سي تي كي دوت سي تي كي انت انتري بالشكل ده، وهحط الماستر هو في نفس الويندو، يعني انا كده كده عايز احطه يعني في نفس الويندو، فهيبقى هنا بالشكل ده كده، وهديله بس بليس هولدر تكست بحيث ان هو يبقى نيم مثلا. طيب وتعالى نعمل انت 1 دوت باك بالشكل ده كده، ولو جيت فتحت هتلاقي ان انا معايا فعلا ظهر الليبل اهو، وظهر معايا الانتري، ودي نافذه ودي نافذه. طب انا عايز النافذه الثانيه دي مثلا يظهر فيها ليبل وبوتوم، فممكن نعمل ايه؟ ممكن ناخد الليبل ده كده من هنا كوبي، وهنسميه ليبل 2، وطبعا هو هيظهر في وين 2، فعشان كده هشيل دي واخليها وين 2، والتكست هخليه مثلا مصطفى، وعايزه يبقى ايه؟ عايز يبقى فيه بوتوم برضه، فهعمل بي تي 1 بيساوي سي تي كي دوت سي تي كي ليبل سي تي كي بوتوم ثانيه اهو بوتوم، وهنخليه في النافذه دي برضه اللي هي النافذه الثانيه اللي عندنا، وهنخلي التكست اللي موجود جواها يبقى مثلا جو ماشي، وبعدين بي تي 1 دوت باك. ولو جيت فتحت كده هتلاقي ان انا معايا
البي تي 1 موجود او النافذه الاولى موجود فيها ليبل وانتري، النافذه الثانيه موجود فيها الليبل والبوتوم. ففعلا ممكن انت تعمل نافذتين وكل حاجه بالخاصيه بتاعتها، ومش شرط نافذتين، يعني ممكن تعمل اكتر من نافذه. ازاي؟ ان انت هنا بدل ما انت عملت اد مرتين هنا، ممكن تعمل اد اكتر من نافذه تانية للايه؟ للتاب فيو دي. ده كده بالنسبه للتاب فيو.